عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه فرميت يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميت دمياب كاتك إسلام هات لسرت هذا بغريبي دسي بيكت جديب يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمتي كأو غربة بالنسبة إسلام أو الرؤى ذاته بلا مرجنية لها مو كاتك دا ولا مو شينك دا أو إسلام غريب بيت أكو روشقاري أمرو لزور شين الحمد لله دعوي توحيد السنة هي إسلام يعني السنة السنة واتا إسلام ليك جاناك لتو ببيق سو كردارو إقراري في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإسلام تي ناقين بمعنى لإسلام تي بقين واجبة للسرمان لقسو كردارو إقراري في غمر تي بقين